السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة العلم والمعرفة جينا لكم بفيديو جديد ان شاء الله. النهاردة معانا شوية حاجات كده ناس صحابي مدينها لي، هنبتدي نطلعها حاجة حاجة ونبص عليها. دي اول حاجة هنبتدي برضك نشوفها ايه، سليمة ولا ايه اللي فيها ولا ايه المشكلة اللي فيها، ونعملها مع بعضنا. طبعا اول حاجة بنعملها طبعا لما بناخد اي حاجة من اي حد نصلحها، ان احنا بنجربها بنشوفها. نبتدي نجربها على الكهرباء، لو شغالة هنقول له شغالة، اهي الكهرباء اهي وهي مش شغالة ولا حاجة. فهنبتدي نفكها ونبص عليها. كل ده انا بعمله قدامكم تلقائي على طول، يعني انا اول مرة افتح ديت وابص عليها. طبعا ده شكله كده مكان بتاع حجرة، شكله كده مكان حجرة اهو. ونبتدي نشوف المسامير بتاعتها بتتفك منين. فيها ثلاث مسامير، ادي مسمار اهو، وطبعا هنا برضك دي بتتشال اهي. طبعا اي حاجة عشان ما تكسرهاش وانت بتفكها لازم تقعد تبص فيها كده وتستكشف، تشوف الاول هي بتتفك ازاي، ما تستعجلش. يعني حاجة زي كده هي مش باينة، دي سمرة ودي سمرة ومش باينة في دي هنا بتتفك ولا بتتفك. اي واحد تاني كان ممكن فتحها كده وراح فاتحها كده كسرها، واخد بالك. نبتدي نفكها. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكت معانا، بس عشان دي تطلع لازم دي تطلع برضك تستكشف، شوف هي بتطلع ازاي. ممكن نشوفها على كده. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء
دي بتتفك نظام قلاوزة اهي، اهي نظام قلاوز زي ما انتوا شايفين كده، من غير ما تكسر اي حاجة، واحدة واحدة كده وبالعقل اهي. دي يا جماعة اهي، دي اباجورة طبعا، نفك اللندة دي، دي نظام لندة. ودي يا جماعة اباجورة بتلف وبتنور زي ما انتوا شايفين كده، واحنا دلوقتي ايه واخدها من واحد زميلي، فايه قلت اصلحها قدامكم ونشوفها مع بعضنا. دي اول حاجة بنشوف اللندة دي سليمة ولا لا. بص عليها كده اهوت في الضوء كده، هي شكلها كده بيقول ان هي سليمة، شكلها بيقول ان هم ايه لسه الشعر بتاعها ما وقعش، فهنشوفها بردك سليمة ولا لا هنعرف. بس واحدة واحدة مع بعضنا نراجع الدايرة مع بعضنا. دي دايرة باين بتعمل صوت، دي دايرة صوت، دي دايرة صوت، دي دايرة صوت اهي، وده الموتور اللي بيلفف اللي بيخليها تلف، ده الموتور اللي بيخليها تلف. هنبتدي نشوف الدايرة بتاعتها مع بعضنا اهي. هنفك كده، نفك كده، ارفع دي شويه كده علشان بس ايه اعرف، انا عاوزكم تشوفوا كل حاجه بس إيه طبعا. او ننزلها احسن عشان تخلي بالكم واقولك معايا كده، كده حلو. احنا بنستكشف مع بعضنا، احنا بنستكشف مع بعضنا، يعني انا اول مره افكها اهو، فبنستكشف مع بعضنا ونبص نشوف الدنيا ايه ماشيه ازاي وهي ايه هتشتغل ازاي. احنا بنستكشف مع بعضنا وبنصلح مع بعضنا. دي انا واول مره افكها معاكم اهو. دي الفيشة وده الزرار اللي بيشغل. هنبتدي نقيس الفيشة الأول، نبتدي نقيس الفيشة الأول. هنجيب الأفوميتر بتاعنا ده وهنجيبه على وضع البزر اللي هي السماعة اهي، وضع البازر ونشوف البازر بتاعنا شغال ولا لا. شغال اهو تمام. هنبتدي طبعا نقيس الفرد بتاعة الفيشة اهي، فرد الفيشة اهي. هناخد الطرف ده الاولاني وناخد الطرف اللي في الزرار نشوفه. ناخد التاني اهو، ده كده زمر، ده كده كده شغال، كده الطرف ده شغال. ممكن نجرب الزرار كمان. الزرار شغال اهو، كده الزرار شغال كمان ماشي. نبتدي نقيس الطرف التاني، الطرف التاني نشوف الطرف التاني مكانه فين، اللي هو البني ده
هنشوفه ملزوق هنا، ملزوق اهي، ملزوق اهي اهي، طلعتها اهي. هنبتدي نفك دي بالراحة كده اهي، فكناها اهي يا جماعة اهي. ونبتدي نقيس الطرف ده، هو محطوط عليه شمع بس هنقيسه، هنقيسه كده. الطرف التاني شغال كده، الزرار شغال والطرف التاني شغال، يبقى اكيد كده ايه، الموتور هو اللي فيه حاجة. فهنقيس الموتور برضك، نحاول نجرب الموتور. دلوقتي احنا كمان كده قسنا الزرار وقسنا الفيشة، طلعوا سلام، طلعوا سلام. وده الموتور دوت، نقيسه برضك ونشوفه او نجربه على الكهرباء على طول. طبعا احنا لما ركبنا الكهرباء ما اشتغلش، فممكن يكون الموتور دوت مزنوق هنا او فيه حاجة يعني. هنجرب ونشوف تاني، نجرب تاني ونشوف عشان نتأكد الموتور شغال ولا لا. بص، شفت الحركة بتاعت الموتور دي؟ شفتها لما ركبت الفيشة؟ اوريها لكم الموتور. بص شغال، بس بص بيعمل ازاي. استنى انا كده مركب الفيشة. شيلها وركبها تاني. شفت الحركة دي؟ اهي اهو تشتغل اهو، اهو يا جماعة اهي. فالموتور دوت كده ايه، عاوز بس يتظبط. يبقى كده الموتور ده شغال، الموتور ده شغال. يبقى احنا كده الدايرة بتاعتنا كلها شغالة، ناقص بس نقيس الحجيرة دي، نشوفها نشوفها، نركب لها حجيرة ونشوفها شغالة ولا لا. هنركب الحجيرة مع بعضنا اهو. ركبنا الحجيرة يا جماعة، نبتدي ندوس على الزرار ده نشوف. مفيش مفيش حاجة شغالة، بس في هنا سلكة مفصولة، سلكة مفصولة. نشيل الحجيرة ونلحمها ونشوف بعد ما نلحمها هل هتشتغل ولا الدايرة بتاعت الموسيقى بايظة. يعني بنعمل كل حاجة ايه، بنعملها مع بعضنا. اي مشكلة فيها هنعمل ان شاء الله. يعني اول حاجة نلحم السلكة اللي هي المقطوعة دي اللي احنا شفناها، نجيب الكاوية بتاعتنا ونبتدي نزود ازدير. كده احنا كمان كده احنا لحمناها، كده احنا لحمنا السلكة اللي كانت بايظة او مقطوعة. نشوف الدايرة بتاعتنا برضك، نراجع على السلوك بالمرة، نراجع على السلوك بالمرة، ممكن يكون في سلكة تانية بدل ما نقعد نركب ونطلع. ايوه كله كده تمام، كله تمام، كله تمام. نبتدي نركب الحجيرة بتاعتنا تاني، نركب الحجرة بتاعتنا تاني.
اشتغلت اهي، اشتغلت على طول. تمام زي الفل زي الفل، وشكو حلو. نبتدي بقى ايه دلوقتي، الدايرة اشتغلت والموتور هو بس اللي معصلك سنتين. وطبعا انا جبت لمضة تانية اهي هنركبها، غير اللي بايظة هنركبها عشان قبل ما نركبها نبتدي ايه نعمل شوية نظافة كده للمكان بتاع الموتور ده. عليه تينا تينا تينا، بصوا يا جماعة تينا تينا دي هي اللي بتوقف الموتور وبتخلوه يعمل كده اهو. دلوقتي انا رفعت عنه الترس التاني خالص اهو، الترس التاني انا رفعته عنه خالص، ونبتدي نركبه ونلف فيه عشان نبتدي ننضف فيه اهو. اشتغل اشتغل اهو يا جماعة، نبتدي بقى ننضف فيه كده اهو 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 اهو. ونجيب مفك رفيع كده ونبتدي نوقف الموتور، نوقفه نوقفه وناخد الايه، ناخد السنون دي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، نفلجها بالمفك، نطلع الوسخه منها. شايفين اللي بيطلع منه؟ نوقف ونظبط، نحاول نظبط الترس اللي تحت، نظبط الترس اللي تحت يعشاه في بعض زي كده كده، هو مع الشاين في بعض. ونشغل تاني ونشوف هتلف معانا ولا لا. زي الفل اشتغلت معانا اهي، ولفت يا جماعة لفت معايا. نبتدي نقفل بقى، نقفل ونجرب اللمضة بتاعتنا اللي جبناها الاول قبل ما نقفل. ما شاء الله زي الفل يا جماعة زي الفل كده. نبتدي نقفل بقى واحنا ايه مطمئنين. اول حاجة بنعملها طبعا بنحط العازل بتاع الكهرباء بتاعنا اللي احنا شلناه ساعة ما كنا بنقيس الفيشة اهو. هنبتدي العازل اللي هي ديت تحط كده وتلفها كده ونبتدي نركب اللي هو الزرار مكانه، الزرار نركبه مكانه اهو يا جماعة. ونركب مكان المكان ده بتاع ديت دي، المكان بتاعها هنا كده اهي من الجنب اهي يا جماعة. اه دي وقعت تاني، طيب كويس انها وقعت. نبتدي بقى يا جماعة نجيب شريط لحام، هجيب شريط لحام وارجع لكم تاني. جبنا شريط اللحام يا جماعة، وده طبعا ديت هنبتدي نعزلها بقى بشريط لحام احسن، طالما هي بتقع ومش ماسكة، عشان طبعا الحاجة دي متلمس من جوه في اي حاجة تانية. الكهرباء بالذات لازم تخلوا بالكم منها.
اهي نبتدي نعزلها بشريط اللحام. عزلناها بشريط اللحام وحط لها دي برضك، يعني احشرها كده مش هتفرق حاجة، يعني اهم حاجة ان هي اتعزلت وخلاص. ونبتدي نركب بقى الدايرة بتاعتنا والزرار بتاعنا والفيشة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، اهو كده كده كل حاجة في مكانها بعيد اهو. كده طبعا هيبقى بعيد، تحط اي حاجه بعيد عن ايه، عن الزراء، عن المسمار اللي انت هتربطه اللي هو ده مكان التلات مسامير كده يا جماعه. هنبتدي نركب كده طبعا اللي حايش المسامير اللي جوه دي نحاول نشيل كده ونزق المسامير دي يا جماعة عشان هي اللي حايشة التركيب بتاعنا اهي، في اي مفك كده نزقها كده اهي. والناحية التانية كويسة مفيش حاجة، وهنا نركب بقى نبتدي نربط المسامير وهي تربط معانا تقفل معانا. هو نفس الزرار، هو المسمار هو اللي معصلك معانا اهو، هنبتدي يعني نشيله خالص ونريح دماغنا منه، نشيله خالص وبعد كده نبقى نركبه. Thank you.
اطمن طبعا قبل ما اقفل، لان عشان ممكن يكون عملت كده ولا كده وانا بقفل. الزرار وقع مني اهو، ركبه نيجي نركب. نشوف ايه برضك اللي معصلك. ايوه قفلت معانا اهي. نبتدي نركب بقى المسامير اللي احنا شلناها. هذا أول مسمار، وأدي تاني مسمار، ده المسمار الأخير يا جماعة. ونبتدي نركب البتاع بتاعتنا على وش زي ما انتم شايفين. وهنبتدي نجرب يا جماعة. بسم الله اهي اشتغلت معانا الاباجورة زي ما انتم شايفين. وإلى لقاء تاني إن شاء الله في حاجة تانية مباشر مع بعضنا نستكشف. وكل سنة وأنتم طيبين، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.